السلام عليكم، معكم منير. بالنسبه لنا لهذا الفيديو هذا اللي يعني اللي بغينا نديرو كتوضيح يعني الامور ديال الناس اللي تيدويو. كاين الناس اللي تيدويو على شي امور اللي كل واحد تيقول فيلم، كل واحد تيقول حاجه، مي الامور ما واضحاش. انا اليوم هنا جيت باش نوضح بزاف ديال الحوايج اللي عندهم علاقه بزاف ديال المواضيع. نقدر نقول لك هاد المواضيع هادو عندي فيهم درايه وكان عندي فيهم دخل كبير في هادشي كله. بالنسبه ليا يعني باش نعرف براسي، منير هواري، منظم حفل ديال العقيقه ديال الكوبل المراكشي ياسين وسيهان، بريزيدون ديال طابيروج، مدير عام ديال فيستا برو. شحال من واحد تيسول على الدومين ديالي شنو تندير. التوضيح بالنسبه للسيده اللي خرجت البارح على ود الفيديو ديال انها بغات تكلف بالعمليه ديال ياسين وسيهان، فعلا كان يعني كان له شوا ديال ياسين وسيهان الا بغى يدير عمليه في تركيا كنا قلنا ليه مرحبا، وكان عندنا له شوا ديال هذا الطبيب هذا ديال مراكش. جلست مع انا وهذيك السيده ديال اللي خرجت البارح سميتها اسماء في واحد القناه، وجلسنا معاه وشنا معاه الامور يعني ورحب بفكره كان غادي يدير ليه العمليه. فعلا هاد الهضره هذه كاينه، ولكن في الاخر ياسين رفض هاد الامر هذا انه يدير العمليه عنده، وقال باش يديرها في تركيا. هذا هو الامر اللي بغيت نصحه. وبالنسبه يعني حنا هنا نتمنوا ان الناس ما يبقاوش كل مره يخرج واحد ويعطي تصريح باش من هاد الفيديو اللي درته انا اليوم بغيت نحبس به كاع الاقاويل ديال هاد المواضيع كامله اللي غادي ندوي عليها. واخا بالنسبه للمداخل ديال الحفل نورمالمون كان عندنا هادشي حصري اللي غادي نقول لك، يعني هادشي نورمالمون عندنا 7 مليون دنيا باطمه، عندنا 2 مليون ديال واحد ماغازان ديال الذهب، عندنا 2000 درهم ديال واحد تريتورا رمسيس 10000 درهم، 10000 درهم واحد السيد انور، وكذلك سيمو ماستر شاف 5000 درهم. هادو هما المداخل اللي كانوا توصلوا بهم. عاد زياده على ذلك كاين واحد المبالغ تيدخلوا للكونت ديال ياسين اللي عن طريق يعني الاشهار اللي كان تيديروا حمزه مومبيبي عنده في الكونت، وتيصيفط لياسين يعني الامانه ديالهم. يعني بالنسبه كذلك صوفيا اللي معروفه صوفيا في تركيا، حتى هي كانت تدير الاشهار والمداخل ديال ديك الاشهار كانت تصيفطوا لياسين الكونت، هادشي ما نكروش. بالنسبه يعني المداخل تقريبا وصلنا لواحد 40 مليون ديال المداخل اللي دخلنا، خدينا ياسين الدار بها. بالنسبه للدار اللي تيقول لك ياسين كان باغي يبيعها وكذا، هاد الهضره ما كايناش. ياسين خدينا ليه الدار يعني مناصفه هو ومرتو، المره الاولى كنت غادي نديرها يعني باسم يعني ديال الولد ديالهم، وفي الاخر فاش فكرنا وداك الشيء لقينا اللهم نديروها لهم بسميتهم هما بجوج. دابا الدار مكتوبه بسميتهم هما بجوج، الدار مكتوبه بشحال هذه، ماشي يلاه البارح ولا البارح، هادشي مكتوبه الدار شحال هذه. دابا الدار تتفرش راه غتكون سالات بالفراش نورمالمون، هاد اليومين هادي غتكون سالات. بالنسبه للمشروع ما كذبش عليك، عندهم مبلغ مالي، باقي عندهم مبلغ مالي في الكونت، حيت عندي تواصل مع ياسين يعني كل نهار، يعني عارف يعني عندهم مبلغ مالي باش يقدروا يديروا واحد البروجي ديالهم. وكما شفتوا يعني حنا المره الاولى مشينا عند ياسين وسيهان على اساس يعني باش نديروا عمليه، ماشي باش غادي نديروا بحال هكا الدار وكذا، ولكن الفكره كبرات والحمد لله كما شافوا المغاربه ان وفقنا الله معاهم بزاف ديال الحوايج. وكما شفتوا عاوتاني العمره اللي مشاو مرشوا في هذا رمضان هذا، وكنت معاهم نيت انا في العمره، نيت في الوقت ديال رمضان. مي يعني الحمد لله كل شيء لحد الان عندهم غادي على ما يرام. مي كاين دي بروبليم، خرجوا فعلا غلطوا في شي حوايج، ما يعني هادشي هذا الغلط تيوقع، وهاد الامور هادي يعني ما نقدرش انا ندوي فيها لحقاش هذاك الشيء تيبقى ديالهم، يعني اشياء يعني تتكون يعني شخصيه بينه وبين الجوجه ديالو، وما بينه وما بين الناس اللي عطاوه دي كادو. هذا هو اللي كاين. يعني بالنسبه للعمليه ديال ياسين، انا يعني في الانترفيو ديالي المره الاولى اللي درتو هذه واحد شهرين، قلت ليه ياسين يعني تيبقى عنده لو شوا، يمكن ليه يدير عمليه في المغرب ويمكن ليه يدير عمليه في تركيا،
وديك الساعه تيبقى ليه لو شوا. حنا يعني ما كانش عندنا يعني ما كانش عندنا ان بيجي ديال العمليه، حيت العمليه كانت عندنا فابور، يعني من عندنا عمليه غراتوي، يعني ماشي خلينا لها من البيجي من هذيك 40 مليون خلينا لها فلوس ديال العمليه. حنا حتى يعني حتى الكادو ديال تركيا اللي كنا دايرين ليه ما يعني ما بقاش لنا البيجي ديالو، يعني في الاخر فاش خدينا الدار، فراش ديال الدار، يعني الامور، يعني المسائل، المصاريف اللي مشات ديال العقيقه وداك الشيء، يعني ما بقاش لنا الفلوس باش غادي يعني باش غادي يمشي هو لتركيا. باش نكونوا مع عند قد الكلمه ديالنا، من دازت العقيقه وداك الشيء بواحد الشهر جلس انا وياه وقلت لي ياسين باش نكونوا معاك عند الكلمه ديالنا، انا غادي نهدي لك عمره انت ومرتك. وقلت لي من الاحسن غتمشي للعمره احسن ما تمشي لتركيا، غتمشي للعمره. اي واحد في المغاربه تيتمنى ذاك المقام انه يمشي ليه، والحمد لله مشى ليه، وكما تتشوفوا ان مشى وكان عنده واحد الاستقبال كبير بالنسبه يعني الجاليه ولا الناس اللي كانوا في يعني في ذاك المقام، انه استقبلوه وانه تعاملوا معاه مزيان، وانه جاو ديكادو حتى اللوطيل اللي كان تيقيم فيه هو ومرتو، يعني والحمد لله دازت العمره في احسن الظروف. بالنسبه للرد ديال هذيك السيده اللي قالت لك ان احنا ما عرضناش على مول خاتم، هذيك السيده يمكن راه مازال ما تتعرفش بزاف ديال الحوايج، ويمكن راه تتعرفني مزيان اشنو تنسوى، وتتعرفني يعني شفت الامور اللي دازت. انا ما غاديش نخرج نقول مدن يعني تكبر ونقول هذاك السيد، يمكن انا الوحيد يعني اللي وقف مع ياسين وسهام بزاف ديال الحوايج، وما بانش في الصوره انني درت بزاف ديال الحوايج. كاينين شي حوايج يبقاو بيني وبينهم والله سبحانه وتعالى، داكشي تيبقى بيني وبينهم، يعني ما نذكروش. بالنسبه لمول الخاتم، مول الخاتم عرضت عليه انا والله شاهد عليا، وراه مول الخاتم راه باقي حي، سولو عرضت عليه العقيقه ديالي ياسين وسهام بالعكس، وعرضت عليه ويعني ورحبت معاه بالفكره، ولكن مسكين يمكن كان عنده ظروف، كان عنده يعني يمكن تقدر تكون عنده حجزات مع شي واحد ولا شي حاجه، ما يعني ما جاش. بالعكس انا عرضت عليه ويعني وعرضت على اي واحد اللي عاون ياسين، ما يمكنش واحد عاونه بواحد المبلغ ولا عاونه بواحد الكادو وما تعرضش عليه، يعني ساسفي با. انا كنت المره الاولى كنت كونتر هذاك مول الخاتم نهار مشى عند ياسين وسهام المره الاولى، على اساس انه مشى معطل. مي بالنسبه للكادو ما كانش عندي اعتراض، ومن بعد لا غدا ليه يعني كان بيني وبينه اتصال ووضحنا الامور. بالعكس يعني انا ويا اصدقاء ما كاينش مشكل، كما قلت لك يلاه دويت مع الوالده ديالو مؤخرا، يعني ما بيني وبينه والو، ما يعني ما بيني وبينه خلاف، ما بيني وبينه حتى شي حاجه، هذا هو اللي كاين. بالنسبه للمشكل ديال مول الخاتم، بالنسبه للمشكل ديال مول الخاتم اخويا، التوضيح اللي غادي نعطيك فيه هو ياسين فعلا دار غلط، ان الكادو يعني ما تيتباعش، ويعني اي حاجه كما كان يعني المبلغ ديالها يكون 100 درهم 200 درهم 600 درهم تيبقى كادو، وتيبقى واحد المبلغ مالي اللي هذاك السيد خرجه من جيبه، يعني تحيه ليه. انا حسيت بداك السيد انه ظلم، ما يعني ما كذبوش على الله، يعني داك السيد ظلم، وانا كان عندي اتصال مع الوالده ديالو هاد لا سيمانه اللي فاتت، وعودت لي يعني الامور اللي كان وقع ليه، ويعني انه ضر بهاد القضيه هذه، وهاد القضيه هذه راه مساتو تم من ناحيه السمعه ديال المحل ديالو، يعني الواحد الا كان غادي يعطي ان كادو غادي تضر بهاد الشكل هذا وتضر عائلتك، يعني حشومه. وما جيت نشوف لقيتهم انهم بجوجهم وقع لهم نصف بروبليم. دابا ياسين وسهام والله العظيم الا دويت مع ياسين غير البارح قال لي يا منير وصل مع مرتي للطلاق، علاش؟ على ود هذا الصداع هذا اللي وقع دابا. لا مول الخاتم ما استافدش ولا ياسين وسهام ما استافدوش، ان ماشي ما استافدوش، ان غلط صغير يعني فجر واحد بزاف ديال الامور، اللي ولا اي واحد من هب ودب ولا تيهز ميكرو وتيدوي وتيقول ان كذا، وكل واحد تيعطي هضره، والناس ديال كل واحد يعني اشنو تيحلل. من الحقيقه اللي تنقول لكم دابا هي اللي كاينه، ان ياسين وسهام كانوا جالسين، كان معاهم واحد الشخص في الدار، تعشى معاهم،
قالوا لي باللي راه الخاتم راه ماشي يعني مزور وكذا وهذه وهذه. قال لهم يعني قال لهم زعما قولوا يعني الحمزة مومبيبي لوحوا ليه هاد الميساج هذا وراه هو راه غادي ينشروا عنده. فعلا لاحوا الحمزة مومبيبي لاحوا ليه هذاك الميساج، ومن لاحوا ليه الميساج حمزة راه ماشي جاو لاحوا، حمزة تستشر مع ياسين باش نوضح واحد الامور، يعني ماشي بغى يفضح مول الخاتم. حمزه استشر مع ياسين قال لي واش ممكن له حد هذا الميساج، ياسين قال لي واخا هو الشخص اللي كان معاه. يعني من لاح داك الميساج انا واحد السيد عيط ليا من بعد نص ساعه قال لي منير شوف واحد الميساج راه لحو حمزه. دخلت لقيت الميساج عيط لي ياسين قلت ليه علاش درتي هذا الامر هذا، قلت لي كنتي تهز تعيط التليفون مول الخاتم وتشاور معاه تقول لي الله يخليك هذاك الخاتم راه جاب لي 600 درهم واش كاين شي غلط واش كذا، وهذيك الساعه غتحلوا المشكل بعضياتكم ما يدخلوا ما يعني ما كاينش اللي ديك الساعه يبقاو بيناتهم غير يدخلوا الامور بعضياتهم يعني وتفك يعني بيناتهم، ماشي يعني كبرنا الموضوع وكبرنا وولات فيه الهضره بزاف ولا كل واحد تيعطي اقاويل وكل واحد تيعطي سيناريوهات ما يعني لا اساس لها من الصحه. بالنسبه للافطار اللي فطرت مع جواد قنانه ماشي وقع لي ماشي خلق لي مشكل مع دنيا باطمه، يعني تتبقى بحال الاخت ديالي. جواد قنانه عرض عليا الفطور كباقي الفنانين اللي عرضوا عليا بحال يعني سي الغاوي بحال عادل ميلودي بحال بزاف ديال الفنانين اللي فطرت معاهم السيمانه الاولى ديال رمضان، لاقاش كما تتعرف كان عندي العمره يعني ثلاثه السيمانات الاخرين ديال رمضان. هذيك السيمانه الاولانيه ديال رمضان فطرت مع جواد، فطرت مع عده فنانه كانوا عرضوا عليا. انا فطرت معاك يعني كصديق، يعني عيط لي وحشومه ان رمضان وانا جواد ما بيني وبينه والو، كاينين شي ناس اللي يمكن خلقوا بعضياتنا بواحد يعني واحد سوء تفاهم. انا بينت شحال واحد انني راه ما بيني وبينه حتى شي حاجه وفطرت انا وياه، ولكن كاينين شي ناس اللي اولوها وقالوا ان دنيا باطمه يعني تقلقات على منير علاش مشى فطر مع جواد وكذا ويعني وجواد العدو ديالها، وهاد الهضره كلها ما كايناش. بالعكس دنيا كان بيني وبين اتصال يعني وهذا الشيء اللي كاين، كان بيني وبين واحد الخلاف ما نكذبوش على الله، كان بيني وبين خلاف هذه واحد دو سمان، ولكن هذاك الخلاف يعني وضحاته لي، يعني كان بيني وبين اتصال وضحت لي الخلاف اللي سميتو اللي يعني سوء تفاهم اللي كان. وبالعكس انا مع دنيا دابا عادي تندوي انا وياها نورمال، وكذلك كان خرج عاوتاني شحال واحد قال ان منير هو اللي انني انا خرجت حرت يوسف الزروالي على دنيا باطمه باش يدوي عليها ويعايرها وكذا. مي بالعكس يوسف الزروالي ماشي دري صغير انا باش غادي نحرضه، فعلا انا يوسف الزروالي صديق ديالي وتنتواصل معاه كل نهار، لا هو لا جواد لا مول الخاتم ديجا بعدا حتى هو يعني كنت غادي نفطر انا وياه في رمضان مما كتبش الله. بالنسبه كما قلت لكم يعني جواد ماشي دري صغير باش انا غادي نقول ليه نوض دوي على فلان ولا مدوي على فلانه، بالعكس يعني بالنسبه للزروالي يعني واحد الشخص اللي عنده عارف شنو تيدير، ماشي انا غادي نجي غنوض نقول ليه لا عير فلان ولا قول على فلان، بالعكس عنده مسائل ديالو عارف كيفاش يمشي. وهذاك السيد الله يعمر هذا باش نكونوا واقعيين، هاد الناس اللي دويت عليهم كاملين الناس الله يعمر هذا دنيا. دابا المشكل اللي انا لاحظت ان اي واحد باغي يدير شي حاجه تيجبد الدنيا. شي يكون دابا نعطيك غير مثال صغير، شي يكون غادي طوبيس تقطع ليه الفران ودخل في شي حاجه تيقول لك راه دنيا هي اللي قطعت ليه الفران، واحد ماكله ما شرب واحد النهار تيلوض يقول لك راه دنيا هي اللي قطعت ليه رزقي. شوف هاد الشيء هذا يعني نبعدوا من هاد الامور هذا ديال دنيا، اي موضوع ندخلوا فيه دنيا. احنا دابا عاوتاني حتى الكوب المراكشي ياسين وسهام قال لك ان راه دنيا ما خلصاتش ليه المشكل ديال النوطير وكذا وكذا. هادشي شوف هادشي احنا يعني ما بقاوش ندويو عليه وما بقاوش نقولوا دنيا ساهمت بواحد المبلغ ديال 7 المليون في الدار ديال ياسين وسهام، يعني مبلغ 7 المليون راه ما ساهلش باش واحد الشخص يخرج واحد 7 المليون من الكونط عنده ويعطيه لواحد الشخص واحد اخر ويعاونوا به، فهمتيني؟ انا علاش قلت هذه القضيه هذه باش نوضح الامور. هاد الناس هادو كاملين الله يعمر هذا يوسف الزروالي يعني شخص اللي تنحترمه وصديق ديالي وفعلا تنتواصل معاه، وانا شوف انا ما كرهتوش يتصالح مع دنيا. وهاد الناس هادو اللي تندوي عليهم كاملين راه عندهم واحد المكانه واحد المعزه عند المغاربه.
لا دنيا ولا يوسف زروالي ولا عثمان مول خاتم ولا جواد قنان. هادو كاملين اصدقاء ديالي وكاملين عندي معاهم اتصال وكاملين تيجروا في الخير. حنا شوف اي واحد تيجري في الخير يعني تنبغيوه، يعني ماشي كل واحد نبداو نعايرو وكل واحد نخرجو كما قلت لك اي مشكل طرا غادي نبدا نقولو راه دنيا ولا فلان ولا فلان، يعني نبعدو هاد الحجازات هادي وهاد الامور هادي اللي ما تتليقش بالمغاربه. لهاد القضيه هادي اللي تيقولوا انني انا يعني اللي تكلفت بالكوب المراكشي انه يخرج باش يدوى على مول الخاتم ولا اكشوان اكشوان، يعني عندي مع اتصال تيتصل بيا هو شوف في اي انترفيو ديالو تيخرج تيشكرني. مصطفى اكشوان يعني اش غادي نقول لك، واحد الشخص اللي طيب، واخا المغاربه كاين الناس اللي ما عرفوش ولا يعني ما عرفوش عن قرب، ولكن انا هذاك السيد يعني تنحتارمو. عنده مسكين تيدوي عفوي، نقدر يكون خصو واحد شويه تاطير واحد شويه ديال الامور اللي خصها تقاد فيه، ولكن انسان طيب لا هو لا الزوجه ديالو. درت معاهم واحد لو جيست، داك لو جيست تيبقى بيني وبينهم. بالنسبه لهذا الامر هذا ما يعني ما عندي لاش غادي نخرج غادي نبدا نطيح في اكشوان ولا نطيح في واحد اخر ولا، بالعكس كل واحد عنده الامور ديالو اللي تتسلكه. هذا هو اللي كاين، هذا هو الجواب ديالي على قضيه اكشوان.